أزال منتبه حالتنا مشاهدينا مع روبورتاج وهالمرة جوائز حصلوا عليها 6 طلاب من قبل جمعية أبيل. التنوع الثقافي ميزة يتلون فيها لبنان ويتميز بحس الفن العالي لدى أبنائه، ولكن الحقيقة أن التشجيع على احتراف الفن شبه معدوم من قبل الأهل أو الجهات الرسمية. فوجدت أبيل Association for Promotion and Exhibition Arts in Lebanon لتشجيع التنوع بالفن اللبناني، وبتهدف لإبراز وتشجيع الفنانين اللبنانيين من خلال عرض أعمالهم الفنية على مستوى الوطن والعالم. الفنانين وغيري لقوا مثل مدام ريتا نمور اللي طلعت بهالفكرة الفظيعة، إنه وكمان كانوا يجوا لعنا ويقولوا لنا شو عم يعملوا الفنانين اللبنانيين، وصار في تراكم من الإبداع. لقينا إنه بدنا نعيد هالحديث المتواصل الحلو عن الفن، this conversation نحن بنقلها بالإنجليزي. بقى حبينا نبرز الفنانين اللبنانيين برات لبنان، وطلعنا بأول اكزيبيشن، بأول شو عملناه بواشنطن. أما الهدف الأسمى لأبيل فهو دعم التعليم بمجال الفنون وتسهيله بلبنان من خلال تقديم منح جامعية سنوياً لعدد من الطلاب المتفوقين. السنة أساس أنا ما رح أقدم تقل مجال لغيره، بعدين قدموا غير تلاميذ وطلبوا يشوفوا الشغلة تيشوفوا إذا تقدمت ولا لا، فشافوا الشغلة وكتير عجبون ولقوا أنه تقدمت كتير ورجعت أخذت. حلو نلاقي جمعيات تدعم الطلاب. هلا في كتير طلاب بحبوا يفوتوا بهذا الدومين، بس اهلهم بيمنعون، بيقولوا انه بعدين شو راح يشتغلوا. فهذا الجمعيه بتساعد الطلاب تقدروا يكفوا او يحققوا حلمهم، يعني بيدفع القسط وشوي اكثر من القسط، بحيث مثل ما بتعرف الفنانين بدهم ورق، بدهم تلوين، بدهم اشياء لممارسه الفن تبعهم، وبندفع لسنه وحابين نطور هالممارسه هاي. السنه 6 طلاب فازوا بمنح جامعيه بحفل مميز نظمته أبيل، اللي بتطمح بالمستقبل انه تامن منح لدراسه الطلاب خارج لبنان ايضا.